علي من الأردن يقول: هل يجوز قتل الوزغ؟ هناك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز قتل الوزغ وأنه من الفواسق وأنه يتسبب في الأمراض، لا أعلم ما صحة ذلك. علي من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للوزغ هذا يختلف طبعا اسمه على حسب البلاد، يعني كل بلد له يطلق عليه اسم، برعص، بريعصي، يعني أسماء كثيرة. ها، هذا الوزغ نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بقتله وأنه من الفواسق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن إبليس استعمل هذا الوزغ في النفخ على نار إبراهيم، ولذلك لما أوقد المشركون النار لحرق إبراهيم جاء هذا الوزغ فصار ينفخ على النار لأجل إذكائها وجعلها يعني تشتعل أكثر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا، فهو من الفواسق. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتله من أول ضربة، قال: من قتل الوزغ في أول ضربة فله كذا، يعني من الحسنات، ومن ضربه وقتله في الثاني فله كذا، وفي الثالثة له كذا، بمعنى أن الإنسان يسارع إلى قتله. مسألة يعني السميات اللي فيه هذه تحتاج إلى يعني خبرة ومراجعة، أنا ما أدري، لكن عموما نحن عندنا النص الشرعي على قتل هذا الوزغ. مثل الفأرة، الفأرة فويسقة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب أيضا والحدأ. والمقصود بارك الله فيك بأن الوزغ نعم يقتل، بارك الله فيك.